السلام عليكم ومرحبا بكم متابعي الأعزاء، معكم شيف نادية. وصفة اليوم العسل المنزلي الصنع بجودة عالية بطريقة جد سريعة، سهل التحضير، يصلح لجميع المعسلات، ناجح مليون بالمئة. فضلا لايك والاشتراك مع تفعيل رمز الجرس للتوصل بجديد الوصفات. لنبدأ على بركة الله. لتحضير العسل سنحتاج إلى 2 كيلوغرام. استعملت هنا قالب السكر، ويمكنكم تعويضه بالسكر حبيبات أي السنيدة أو قطع السكر. لتسريع هذه العملية سأستعمل هنا طنجرة الضغط، ويمكنكم تعويضه بالطنجرة العادية. الطريقة ستجدونها بأسفل الفيديو بصندوق الوصف بفيديو عسل منزلي عسل شباكية بجودة عالية. وأضيف 1 لتر من الماء بمعدل نصف لتر ماء لكل 1 كيلوغرام. استعملت هنا ماء دافئ لتسريع إذابة السكر، لكن يمكنكم استعمال ماء بحرارة المطبخ وسلق السكر حتى يذاب تماما. فللمنكهات سأضع هنا شرائح من الليمون، نصف حبة ليمون ونصف حبة برتقال شرائح. سأستعمل كذلك الزعتر، لكن سأضعه بقطعة قماش نظيفة. نضع الطنجرة على نار متوسطة. بالنسبة للمنكهات فيمكنكم التنكي حسب الرغبة، يمكنكم الاكتفاء مثلا بإضافة أعواد القرفة أو حبوب الشاي المسك العربية إلى غير ذلك من المنسمات. فعل الحرارة يذاب معنا السكر بكل بساطة، لاحظوا معي يتفتت. كذلك يمكننا سكب السائل فوق قالب السكر. بعد إذابة السكر نغلق الطنجرة ونتركها دائما على نار متوسطة. مجرد أن تنطلق الصافرة نحتسب مدة 45 إلى 50 دقيقة ونطفئ الموقد ونلتقي بعد ذلك. نترك العسل حتى يبرد تماما، ومن المفضل تركه لليلة كاملة. بهذا يصبح جاهز للاستعمال. لاحظوا معي القوام الذي حصلنا عليه. المعيار هنا تشكل خيط متواصل لا يتقطع معنا. كذلك بالنسبة للحمضيات، شرائح الحمضيات الليمون كذلك البرتقال تصبح مكرملة بهذا الشكل. أزيل كل المنكهات وأحتفظ بالعسل بوعاء يمكن إحكام إغلاقه. يمكننا الاحتفاظ به مدة سنة كاملة. هذا العسل فهو ناجح مليون بالمئة، يصلح لجميع الحلويات والمعسلات. طريقة الإعداد كما تابعتم معي فهي جد سهلة ومضمونة بجودة عالية وجد سريع التحضير. بالصحة والراحة وإلى لقاء قريب إن شاء الله، دائما مع الوصفات المتألقة.